السلام عليكم. احنا توا في البارتي 6 من ستاتيستيك، وباش نشوفو بيان سور لا ميثود دي مواندر كاري بور لاجستمون افين انتر اكس واي. لا ميثود دي مواندر كاري كما شفنا بيان سور في الفيديو اللي سبق، لا ميثود دو ماير. هنا لا ميثود دو مواندر كاري تقول لك نطلعوا دو دروات، مش دروات برك، تربط اكس باي. هاد دو دروات هذو مش يتعداو بالماكسيموم دي بوان دو نواج، والزوز يتلاقاو في الجي. زو سي كونت بيان سور في جي. لا بروميير دروات نسميوها لا دروات دو ريغريسيون دو ايغريك اون اكس، اللي طلبها في البروميير كيسيون بيتيتا. دروات دو ريغريسيون دو ايغريك اون اكس معناها ايغريك تساوي، هاوي ايغريك تساوي ا اكس بلس بي. الا والبي تعطيهم للكالكولاتريس من غير حتى مشكله، فيهاش مشكله الدروات هذه. لا دوزيام دروات هي لا دروات دو ريغريسيون دو اكس اون ايغريك. لا دروات دو ريغريسيون دو اكس اون ايغريك نسميوها دي بريم، هي اكس تساوي، شفت y on x y تساوي ax plus b bien sûr، و دو x on y x تساوي a prime y plus b prime. مي a prime و b prime ما تعطيهمليش الكالكولاتريس، ولكن افيك ان بتي كالكول نطلعوهم اون فونكسيون بيان سور دو ا، هاو لي فورمول نتاعهم ونطلعوهم كالكول بسيط ما فيهم حتى شيء. باهي، شوفوا هنا يزن نردوا بالنا من حاجه، وحاجه تري امبورطونت. شنو اللي صنعوا الكالكولاتريس؟ هما الشنوا، الكازيو وشارب الكل يصنعوا فيهم الشنوا. باهي، الشنوا كي يقراوا الدروات مش كيفنا احنا. احنا في العاده ديما نكتبوا دروات y على x بلس b، لا الشنوا ديما يكتبوا y على a بلس bx، معناها x يحطوا بعدها b ما يحطوش بعدها a. دايور انت حتى كي تشوف الكالكوليتريس من تالي، هيك الورقه نتاع الكالكوليتريس تلقى مكتوبه a بلس bx. كي تدخل المود ستاتستيك بالنسبه للجدد ولا الكازيو، فهمتني، ولا فيهم منيو في المود ستاتستيك بيان سور، بعد ما تنزل على المود باش تلقى بيان سور لي مود ستاتستيك، باش تلقى واحده مكتوب فيها a بلس bx. دونك شفتوا هنا شنو كي يشيك بالدورات. وبالتالي شنو معنى الكلام هذا؟ معناه لازم نردوا بان راهو الا نتاعنا احنا هي البي نتاعهم هما. دونك الا نتاعنا احنا اللي نخدموا بها هي البي نتاع الكالكولاتريس، والبي نتاعنا احنا هي الا نتاع الكالكولاتريس. دونك هذا بيان سور لازم نردوا باله منه، سينو راهو نغلطوا. دونك فات اتونسيون في الحكايه هذه، دونك لازم نقلبوا هنا. هاو باش ناخذ الكالكولاتريس بيان سور، عطيتكم هنا بيان سور طرق الخدمه نتاعهم وتطليعهم بيان سور، وحنا قلنا كل شيء نعرفوه ديريكت مورا من غير حتى مشكل. كي العاده الكالكولاتريس مازال التابلو في وسطها، ومازلت كنت مستعملها بيان سور بور لي فيديو اللي سبقوا. مي الوغ دونك باش نطلع لي دروات دو ريغريسيون دو غريغونيكس، يعني الا والبي، ندخل كي العاده المود ستاتستيك بيان سور، ندخل المنيو. دونك هنا شيفت ان فوالا، ونمشي للريغريسيون. فوالا اسمعنا جسمه ريغريسيون، اي سيدي هنا الا والبي، ولكن ردوا بان الان تاعنا مش الان تاع الكالكولاتريس، الان تاعنا هي البي. دونك هنا باش ننزل على 2 باش ناخذ ال ا، دونك ننزل على 2. دونك تقول لي 0.04 نجم ناقل اديسمون دو بري ميساج. دونك هذه ال ا، وكي العاده نكتب الفورمولا. دونك 0. قلت نكتبوها بالازرق ميسالش، راهو لي فالور اللي نكتب لكم فيهم باش انت كي تجرب في الدار هنا ثبت لي فالور هذو ما تلقاهم، ولا باش تعرف روحك لقيت دي فالور صح ولا غلطين. دونك ديما كي تحب تخدم انت حاول ما تغزرش الريزلت هذايا بيان سور، وتخدم بالكالكوليتر نتاعك ومن بعد تقارن، من بعد تقارن لي فالور لقيتهم هما صح ولا غلطين. دونك هذا بالنسبه للا الاولى 0.04، تحب تزيد 3 شيفر بلا فيرغول تنجم تزيد 3 مش مشكل. باهي، اي نرجع توا للبي. دونك كي العاده شيفت ان، الوغ نمشي للريغريسيون 5. فوالا البي نتاعنا هي الام نتاعهم، تو نزل على ان فوالا ايغال فوالا 3.41. دونك هنا باش نحط 3.41، يعني لا دروات دو ريغريسيون دو ايغريك اون اكس هي لا دروات الفلانيه هذه. دونك دي دو بوان ايغريك ايغال الوغ 0.04 غران اكس بلس 3.41. هذيك ليكواسيون دو لا دروات الاولى نتاع لا مواندر كاري، اللي هي دروات دو ريغريسيون دو ايغريك اون اكس. باهي فوالا واضح. طب باش نتعداو نجاوب على زوج اسئله سالهم لي. بيان سور واش تصلح هو الدروات نعمل فيهم لواه، ما بور بريفوار دي ريزولتا بيان سور على الافنير. يعني هنا سؤال بي اش قال لي؟ قال لي كال اي لو بوا كون بو بريفوار سمي بريفونسيون بور سو نوريسون ابخي ان موا دو سا نيسونس. بون هنا ان موا دو سا نيسونس معناها عطاني الاكس، شفت عطاني لو جور دو نيسونس، دونك وحاجته بالي كريك، حاجته بالبوا. دونك هنا بيان سور ان موا، يعني
يعني باش نقولوا 30 جور، دونك الشهر احنا ديما نخدموا بالجور، لازم نبدلوا الحكايه. دونك سي اكس ايكال 30، ثاني قلت لكم سي اكس ايكال 30، الوغ ايكغيك ايكال قداش؟ بيان سور نجي هنا ونضرب هكا، دونك عندك هنا في الكالكولاتريس باش نقعد نحسب بها بيان سور، دونك عندك 0.04 0.04 نضربها فوا 30 ب بلس 3.41 3.41 نقول له ايكال، يقول لي 4.61 4.61 بيان سور هذه اون كيلوغرام بيان سور، دونك هنا سي ا بو بري 4.61 ب. توا العكس في البيتي سي شقالي، قال لي كال بوري اتر لاج دو نوريسون ساشون كو سون بوا اي دو 3.85 كيلوغرام، دونك هنا 3.85 هي لي غريك، دونك عطاني لي غريك معناها باش نلوج على الاكس اني تو، دونك باش نلوج على الاكس بيان سور كالعاده باش نستعمل الدروات. الوغ شوف باش نعمل هنا، باش نعمل اكس تساوي بيان سور لي غريك اللي عطاها نحي منها 3.41، دونك لي غريك اللي عطاها لي اللي هي بيان سور 3.85 موان بيان سور هنا نحي 3.41 41 سكر بارونتيز ونقسم على بيان سور الا اللي هي 0.04 ايغال بيان سور تطلع 11، دونك هنا بالنسبه لنا 11 جور ابري، دونك 11 جور هذيك هي بيان سور لا فالور دو غران تيكس. دونك شفتوا زاد كيف كيف الواه نطلعوا فيهم هاللي دروات هذوما والواه نعملوا في لاجيستومون. راه شوف فما دي زيكزرسيس وتو تشوفوا بيان سور دي زيكزامبل عليهم، فما دي زيكزرسيس تلقى النواج دو بوان الفورم تاع مش بالضبط دروات، اقرب منها اللوغاريتم ولا اقرب منها الكورب اكسبونونسيال عادي راهو، دونك هذاك نسميو اجيستومون اكسبونونسيال ولا اجيستومون لوغاريتم. على كل حال انت بالنسبه ليك تبع لي كاستيون دو ليكزرسيس وما عندك حتى مشكل، تنجم تجاوب على الاسئله حتى ولو عندنا النوعيه هذه تاع الاسئله. باهي طيب باش نتعدى للدوزيام كيستيون، هي الدروات الثانيه دو ريغريسيون دو اكس اون ايغريك. قلنا الابريم والبي بريم ماهمش حاضرين، لازم احنا نطلعوهم. باهي الابريم هو الفورمول تاعها كوفاريونس دو اكس ايغريك على في دو ايغريك، هي ايرو كاري سرعه، دونك نجم نلوجها بالطريقه ذيك ايرو كاري سرعه. الوغ نمشي نلوج على الايرو كاري، دونك كالعاده شيفت 1 نمشي ديما 5. الوغ ايرو كاري ايرو كاري دونك 3 نحط ايغال به نهزها او كاري، اني هزيتها او كاري به سور نقسم على الا، الا كالعاده شيفت 1 بيان سور ريغريسيون 5. ردوا بالنا الا هي البي نتاع الكالكولاتريس، تفهمنا في الموضوع الا هي البي نتاع الكالكولاتريس، قولوا 2 فوالا ها نقسم على البي ونقولوا ايغال فوالا، قال لي 20.480 دونك هذيك هي 20.8 دونك هذيك الا 20.8. البي بريم تاو البي بريم كيف العادة هوني اكس بار موا ا بريم اللي لقيتها ايغريك بار، دونك اكس بار كي العادة نمشي شيفت 1 نمشي ل 5 بيان سور ريغريسيون، لا حاجتي بالاكس بار على الاكس بار مالا نمشي للفار 4 نمشي ل 4 فوالا حاجتي بالاكس بار 2 به ال فوالا. الوغ ا بريم اللي لقيتها يعني 20.8 فوا بيان سور فما انسيرتود خاطر وقفت كان على 8 وهي اكثر بيان سور مش مشكل، دونك فوا بيان سور. الوغ ايغريك بار ايغريك بار شيفت 1 4 ليغريك بار هي 5 5 فوالا نكتب ليغريك بار قولوا تو ايغال في حتى مشكل موان 69.6 دونك موان 69.6. دونك شنو هي الدروات هذه؟ الدروات هي جران اكس تساوي الابريم يعني 20.8 جران ايغريك موان 69.6 فوالا. دونك هذو هما لي دو دروات دو ريغريسيون، الدروات الاولى وبيان سور الدروات الثانية. فوالا هاي نتمنى لكم الإفادة حصلت وملتقانا في الفيديو القادم. السلام عليكم.